الآن سأنتقل معكم إلى مجال مهم جدا، وهو مجال العلاقات، مجال العواطف، مجال الإنسان. الإنسان طبعا له علاقات كثيرة جدا لابد أن يحاول أن ينميها، وأنا قسمتها لكم في السؤال إلى ثلاثة أقسام. سؤال بشكل عام: كيف أنمي علاقاتي؟ ألف مع أهلي، باء مع أصحابي، جيم مع المحيطين بي. طبعا بالتأكيد الإنسان في كل جانب من هذه الجوانب وصل إلى مستوى معين، هل ممكن أن ينمو؟ هل ممكن أن يكون أفضل؟ بالتأكيد. ولعل من تجارب الحياة التي رأيناها وتعلمناها أن الإنسان خاصة في قضية علاقته مع زوجته مثلا، تريد أن تنمي هذه العلاقة، خصص وقتا للحديث، تسمع لها وتسمع لك، حاول أن تضع نص ساعة، ساعة في اليوم، هذه الأوقات هي التي تنمي العلاقات أكثر من أي شيء آخر. طبعا لما نقول حوار يعني حوار مباشر بدون أطفال وبدون تلفزيون وبدون إزعاج، متفرغين لبعض حتى يسولفون مع بعض، يتكلمون مع بعض، لا يكون الحديث والله جالسين فقط يعني يشاهدون تلفزيون، لأنه ما في حوار، وبدون حوار بدون فهم لن تنمو هذه العلاقات. طبعا احنا معشر الرجال عندنا مشكلة ان احنا ما نحب في هذه المسائل نتكلم كثيرا عن عواطفنا ومشاعرنا، والمرأة بالعكس، يعني المرأة تحب ان تتكلم في هذا وتحب ان تسمع وتتمنى ان زوجها يتكلم معها. فكلما استطاع الانسان، خاصة الرجل، ان يضغط على نفسه ويحاول ان يسمع ويحاول ان يتكلم، كلما استطاع ان ينمي الحلقة. طبعا من تجارب كثيرة مهما سمعت ومهما كذا لن تشبع هذه الرغبة عند المرأة، لكن على الاقل يحاول ان يعني يحاول ان يزيدها باستمرار. هذه طبيعة الرجال، وأنا منكم يعني أنا من هذا، وعندي يعني باستمرار محاولة لتنمية هذه العلاقة، وأحيانا أنجح يعني أفشل، لكن على الأقل قاعد أحاول. فكذلك كل واحد فينا خلونا يفكر كيف يخصص وقت لمثل هذه العلاقة، يخصص وقت للاستماع. وطبعا الكلام سيطلع لما الواحد يجلس، يطلع الكلام، خاصة إذا كان الإنسان يعني حاول أن يفتح بعض المواضيع اللي في الحياة ولا بعض اللي صار معاه ولا كذا، فحاول أن تنمي نفسك في هذا. طبعا هنا أيضا تنبيه لبعض الشباب الذين تزوجوا حديثا، بعضهم ينسى أنه خلاص تزوج، يعني انتهت حياة العزوبية، بعد شهر العسل يريد أن يرجع لنفس العلاقات السابقة ونفس الصورة السابقة ويقضي وقته مع أصحابه كما كان سابقا، وينسى هذه المسكينة اللي جالسة في البيت التي تتمنى أن يجلس معها وتتحاور وياها ويحاور وياها. فحاول أن تنمي هذه المسألة. إذن أهم وسيلة لبناء العلاقات الحوار، الكلام هو الذي ينمي العلاقات والعواطف. فطبعا إحنا ما نريد طريقة الأفلام اللي يصورون العلاقة الزوجية ولا العاطفية علاقة يعني هكذا شكلية خيالية، أحلام وانتظار الفارس الذي سينقذ البنت، هذا يعيشون الناس في أحلام. لا، نحن نريد علاقة تبنى على تفاهم، تبنى على مودة، تبنى على أسس صحيحة من الرحمة كما وصفها الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. تكلموا عن أهدافكم، تكلموا عن مشاكلكم، تكلم عن ما حدث لك، تكلم عن بعض الأشياء اللي تعلمتها، تكلم عن كتاب قرأته، يمكن سالفة سمعتها، يمكن واحد استفدت منه فائدة، حاول أن تفتح مثل هذه المواضيع. تكلموا والله الولد هذا كيف سنربيه، وتكلموا والله الصيف القادم ماذا سنفعل، تكلموا، احكوا، نموا العلاقات واستعملوا الأدوات هذه في الحوار، عندها ستنمو العلاقات. في قضية العلم قلنا من أهم الأدوات القراءة، في قضية العلاقات من أهم الأدوات الحديث. وأيضا هناك وسيلة أخرى هي الهدايا، هدية ولو كانت صغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، هدية ولو كانت صغيرة سبحان الله لها وزن كبير في النفس، بطاقة يعني محبة، بطاقة رسالة، أثرها كبير في النفوس، خاصة بين المتزوجين الجدد، لكن حتى للقدامة. وهذه مسألة يعني الإنسان يحتاج أن ينميها ويفكر بها باستمرار.